الخليفة العباسي هارون الرشيد المولود عام 148 هجري من أكثر الشخصيات في التاريخ الإسلامي إثارة للجدل والمتناقضات، فالمؤرخون اختلفوا حوله وانقسموا لفريقين. الفريق الأول هارون الرشيد الإمام العادل التقي الملتزم الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما. الفريق الآخر هارون الرشيد هو الخليفة العباسي الذي وصل عدد الجواري في قصره لحوالي 1000 جارية، وانتشر في قصره الخمر والغناء والجواري، واشتهرت حكاياته في كتاب 1000 ليلة وليلة. الفريق الأول يرى أن هارون كان خليفة تقيا، وهذا الفريق تغاضى عن مجالس اللهو والغناء التي كان يقيمها هارون. الفريق الثاني اهتم بالجانب الوحشي في هارون الرشيد وذبحه للبرامكة في عام 187 هجري بعدما تنامى نفوذهم وتضخم، وعلم أن أخته العباسة متزوجة في السر من وزيره جعفر البرمكي. الفريق الأول من السلفيين يطعن في تلك الرواية ويرى أنها رواية كاذبة. ذاع صيت هارون الرشيد حتى وصل أوروبا، وكانت له مراسلات مع الملك الفرنسي شارلومان، وهناك رواية يأتي بها المؤرخون من مناصري هارون أنه وجه رسالة قوية لملك الروم قبل غزو مدينته جاء في مطلعها: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. رغم التناقضات يظل هارون الرشيد واحداً من أهم الخلفاء المسلمين الذي وصلت شهرته لأوروبا، وظهر في معظم كتابات الرحالة والمستشرقين المولعين بالشرق.